بالولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأوروبيون وصلوا إلى قناعة بأنه لا منتصر على الأرض نظرا لتدفق الأسلحة من كلا الجهتين وتقدمها ونوعيتها وحتى التهديد مؤخرا باستخدام السلاح النووي، وارتفعت يعني موجة التهديد بذلك السلاح الخطير إلى مستويات كبيرة. نعم فمن وجهة نظري أن الطرفان يعني وجدا أنفسهما لن يصلا إلى حل عسكري سريع وحاسم على الأراضي الأوكرانية، فلجأ إلى التهديد تارة والمفاوضات تارة أخرى. أيضا المفاوضات نفسها أخذت أشكالا متغيرة، فمنها ما هو يعني على مستوى رجال المخابرات الأمريكية والروسية يعني اللذين التقيا بعضهما البعض في نعم تركيا قبل يعني عدة أسابيع، ثم اليوم على المستوى الدبلوماسي يحاول الطرفان يعني حفظ ماء الوجه والخروج بأقل الخسائر من ذلك المستوى.